السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. إخواني الكرام، اليوم سوف نقوم بشرح طريقة تحميل واحد من أفضل التطبيقات على الأندرويد تي في بوكس. هذا التطبيق يحتوي على قنوات عالمية وقنوات عربية وبجودة عالية بجميع الجودات. تطبيق هذا تكلمت عليه في قناتي على التليجرام، صار له يعني والله لا أعلم أسبوعين أو ثلاثة، عندما خرج جديد وشاركته مع يعني في تليجرام مع المشتركين في تليجرام في القناة ديالنا. لهذا أخي إخواني الكرام كان فيه مشاكل، يعني ما توقف لبعض الوقت يعني وهذا، والآن فيه يعني نسخة جديدة وشغالة، يعني جربتها يعني شغالة بشكل رائع إخواني الكرام، لن تندموا عليه. لهذا قبل البدء وبعد بسم الله الرحمن الرحيم، أتمنى منك أخي الكريم أن تتبع الفيديو خطوة بخطوة حتى آخر الفيديو لكي تفهم جيدا طريقة التحميل. ولإخواننا الذين يريدون الانضمام إلينا إلى قناتنا على التليجرام، مرحبا بكم إخواني، سوف أضع لكم رابط القناة أسفل الفيديو. الآن سوف نبدأ بشرح إخواني الكرام. أول شيء نفعله هو الذهاب إلى جوجل بلاي ستور، وهنا في خانة البحث نكتب داونلودر هذا التطبيق إخواني الكرام ونقوم بتحميله. بعد ما تحمل هذا التطبيق أخي الكريم، تعود إلى الواجهة الرئيسية وتذهب إلى الإعدادات، تنزل إلى تطبيقات، بعد ذلك تنزل إلى أمان وقيود، والآن تضغط على مصادر مجهولة أول واحدة، وبعد ذلك تنزل وتبحث عن تطبيق داونلودر، هو يكون هكذا تعطيه الصلاحية. الآن أخي الكريم نعود إلى الواجهة ونذهب إلى تطبيق داونلودر. سوف نقوم بتحميل متجر اسمه Unlinked، وهذا المتجر يعني متجر خرافي فيه أفضل تطبيقات للأندرويد تي في أخي الكريم، سوف ترى وتستكشف بنفسك. نذهب إلى خانة البحث ونكتب Unlinked، نقطة لينك، هذا رابط الموقع لهذا التطبيق أخي الكريم، ثم تضغط على جو. الآن سوف يأخذك مباشرة إلى الصفحة الرسمية لهذا التطبيق، تنزل هنا وتضغط على داونلود أبيكا. الآن سوف تنتظر، هذا التطبيق خفيف يعني في 3.9 ميجا، لن يثقل جهازك. بعدما تحمله، أنا حملته، الآن بعدما تحمله تضغط على ديليت لأنك لن تحتاج إلى الملف. الآن سوف نعود إلى الواجهة الرئيسية أخي الكريم. قبل فتح تطبيق Unlinked هناك خطوة مهمة، نذهب إلى الإعدادات ونفعل نفس الشيء كما فعلنا مع داونلودر، نذهب إلى تطبيقات، بعد ذلك إلى أمان وقيود مصادر مجهولة، والآن ننزل ونبحث عن تطبيق Unlinked، هو يكون هكذا تعطيه الصلاحية. الآن أخي الكريم سوف نعود ونفتح تطبيق Unlinked. بعدما تفتح كما ترى أخي الكريم تطبيق فارغ، ليس في أي تطبيق أو ما شابه، كل ما عليك فعله هو الضغط على OK Add New Library. الآن في خانة البحث أخي الكريم تكتب هذا يوتيوب DZ2، يوتيوب DZ2، بعد ذلك تضغط على زر العودة مرة واحدة وتضغط على هنا Enter مرة واحدة، تخرج لك الصفحة الترحيبية أخي الكريم، تضغط مرة ثانية على أوكي. الآن أخي الكريم عندما تدخل إلى المتجر سوف يخرج لك العديد من التطبيقات. ماذا أريد منك أن تفعل أخي الكريم؟ هو تضغط على الزر الأسفل في الريموت ديالك وتنزل إلى أسفل المتجر، حيث تجد هنا قسم يوتيوب إكزامبل كما ترى هنا أخي الكريم. بطبيعة الحال هذا التطبيق سوف تجده هنا إذا شاهدته اليوم في اليوم، ولكن إذا شاهدته في المستقبل ربما سوف يكون في قسمه المخصص واللي هو قسم اللايف تي في. لهذا أرجو منك تتبع خطوات هذا الفيديو خطوة بخطوة لترى اسم التطبيق لكي تعثر عليه في المستقبل. المهم لتحميل هذا التطبيق نضغط على أب ونضغط على داونلود،
التطبيق هذا يعني هو فيه 103 حوالي 130 ميجا، هو عنده حجم كبير شوية أخواني الكرام، ولكن يستاهل. لهذا أريد منكم أن تجربوه وتشاركوا معنا يعني تجربتكم في التعليقات. تضغط على انستول اب أخي الكريم أول واحدة وتنتظر قليلا، لا تلمس شيء. الآن يأخذك إلى هذه الصفحة، تضغط على انستول. الآن تنتظر حتى يعود معك التطبيق إلى الواجهة، واجهة التطبيق. كما ترى الآن أخي الكريم التطبيق لقد قام بالتحميل. الآن كل ما عليك فعله، بما لأن هذا التطبيق يعد من التطبيقات المخفية أخي الكريم، لهذا يجب الذهاب إلى جوجل بلاي ستور وتحميل تطبيق اسمه سايد لود لونشر كما ترى على الشاشة، أو تحمل تطبيق أم مانجر موجود على جوجل بلاي ستور أيضا. قبل أن أنسى إخواني الكرام، المتجر هذا تاع أنلينكت فيه العديد من التطبيقات في آخر تحديث لها، لهذا أطلب منك أن تستكشف هذا المتجر، بتأخذ وقتك فيه وتحمل منه التطبيقات، لأنك لن تندم، لأن وضعت فيها أروع التطبيقات الموجودة على الميدان، يعني عالم الأندرويد تي في أو الهاتف، يمشي يشتغلون في الهاتف وفي الجهاز. إذا أردت في الهاتف تفعل نفس الطريقة، تحمل تطبيق أنلينكت، تضع فيه كود المتجر اللي هو يوتيوب دي زد 2 وتدخل إلى المتجر وتستمتع أخي الكريم. والآن كل ما أطلبه منكم كمكافأة على هذا العمل يا أخي هو الضغط على زر اللايك لدعم هذه القناة ودعم هذه الفيديوهات لنقوم بتقديم المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.